أول ما ابتديت تشارك في أعمال دينية، فاكر إيه أول عمل ديني عملته؟ أول حاجة عملناها يعني زمان قوي قوي قوي، بدايات لا يذكرها أحد، إن إحنا كنا عملنا مع حد أعتقد إن هو كان مقدم في الجيش وبعد كده اترهبن راح دير السريان. كنا عملنا تقريبا موسى الأسود، كنا بنحضر في عمل موسى الأسود. دي البدايات، بس البداية القوية جدا كانت في قلوب عطشة. طبعا قلوب عطشة دي اللي هي كانت نقلة مع أستاذ سمير سيف، غير أفلام الدينية العظيمة اللي عملها أستاذ ماجد توفيق. بس تجربة سمير سيف برضو تجربة تدعو إن إحنا نتكلم عن تجربة محترفة، تجربة قدمت فكر، تجربة قدمت عمل فني على مستوى أعمال فنية على مستوى عالي. مسلسلات مسلسلات طبعا. قلوب عطشة، وفي مسلسل تاني بيت العلالي والصعود. والصعود اللي هما الثلاث مسلسلات. وهو قلوب عطشة كان البداية، لأن كان بيتعمل بايلوت، وكان البايلوت في الفترة دي حاجة حديثة. بايلوت يعني حلقة تجريبية. بس حلقة تجريبية، وكان الحلقة التجريبية دي داخلة فيها مصر أو البحرين أو سوريا أو لبنان. كان الأربعة في دولة من دول هي هيرسى عليها هذا العطاء إنها تعمل قلوب عطشة وتستمر. فكان الأستاذ سمير سيف، أنا فاكر إن هو في أول تجميعة قال لنا يا جماعة عايزين نمثل كويس قوي لنجتهد حتى نقدر إن إحنا ناخد المسألة دي لنا إحنا. فاجتهدنا جدا ونجحنا وقدمنا عمل عظيم. وكنت عامل دور عظيم، لأنه هذا السائق اللي بيعرف اللي عن طريقه الناس بتعرف المعلومة، لأن هو مش عارف فبيعرف، فالناس بتعرف عن طريقه. طيب الأعمال، الأفلام بقى، الأفلام شاركت في أفلام كتيرة قوي، أدوار ما بين أدوار شر والي شرير وبيعذب، وما بين أدوار إنسانية لطيفة، وما بين أدوار حتى فيها لمحة كوميدية كده تخلي. أكتر فيلم منهم قبل ما نخش على إلي النبي طبعا، أكتر فيلم منهم أنت حبه أو حاسس أنه مأثر معك، يعني مأثر فيك في الأفلام الدينية؟ اللي هو الأمبرويس. الأمبرويس أنت حرامي يا داود. بتاع الشربات. أنت حرامي يا داود. كنا عاملين حاجة كوميدي دمها خفيف فعلا. يعني هو الشوت ده كمان كان حصل حاجة. هو البيت هنا، فاحنا ماشيين والكاميرا كده، استاذ ماجد توفيق كده، واحنا ماشيين المفروض ان اجي عند البيت وبخبط فكت، وبعدين نخش بقى جوه. فانا مشيت وعديت البيت، وبعدين قلت لا، فالقائد قال لي في ايه، ماذا هنا؟ قلت له ده البيت ورا. فرجعنا، فهنا كل الناس ماتوا من الضحك، وابتدى بقى ان هو يبقى كوميدي، السيكونس كله مشي كوميدي بقى. احنا عملنا ده والاستاذ ماجد الله يرحمه، قلت له استاذ ماجد عملناه غلط وبعدين عملنا الصح. قلت له استاذ ماجد ممكن استاذن حضرتك احتفظ بالغلط، خلي الغلط ان انت غلطت في البيت ورجعت، خليه، وخلي الصح اللي احنا عملناه. وفي المونتاج يعني شوف ايه الحكايه. فبص لي الاستاذ ماجد، فاحنا بنعمل افلام دينيه ما فيهاش هزار ولا ضحك ولا بتاع، فقال لي هو، قلت له ما ممكن يبقى فيلم ديني فيه لايت يعني فيه ابتسامه، بالعكس ده خلي الناس تتاثر زياده وتتفرج زياده. ده كلمني في المونتاج، انا عادوا الشوت يجي 20 مره ميتين من الضحك. فقال لي انا من كتر الضحك انا هخليه جوه الفيلم، لان ده راح عامل نقله جوه ان بقى كله ابتسامه، كل اللي بعد كده الشربات وانت حرام يا داود. طيب خلينا نروح لإلي النبي، فيلم مختلف تماما عن كل طبيعته شكلا وموضوعا عن جميع الافلام دي، ازاي تم ترشيحك لإلي النبي وازاي انت حضرت شغلك للدور إلي النبي؟ إلي النبي احنا اتكلمنا فيه على اساس المنتج ان احنا هنعمل هذا الفيلم وهنحاول نعمل فيه مجهود، والاستاذ رضا شوقي قعدنا نعمل تايم تيبل، يعني جبنا كل ما كتب عن إلي النبي في الأولد بايبل في العهد القديم، وفي الكتابات الأخرى وبعض التفاسير وكتب قديسين وكتب ناس، قعدنا نجمع حوالي، قعدنا حوالي شهر ونص، وأخاب وإيزابيل والفترة والملابس كان شكلها إيه، هل شكل الدكور هيبقى إيه، هل شكل الحكاية هتبقى، قعدنا نعمل كل ده
وتصوراته وتخيلاته نجيب اي حد يجيب من الاساس. اختيارك لإيليا النبي تم ازاي؟ كل الحكايه كلها كنا بنختار جميع الادوار وجميع الحاجات ما عدا إيليا النبي. تمام. ما عدا دور إيليا النبي احنا مش عارفين مين اللي هيعمل إيليا النبي. يعني مفيش حد هيعمل إيليا النبي، بس في حد هيجي هيعمل الدور. فالاستاذ رضا اقول له مين هيعمل الدور؟ يقول لي انا مش عارف. الاستاذ عادل عطيه المنتج، مين هيعمل الدور يا استاذ؟ يقول لك انا مش عارف، ولا حد عارف مننا. وقعدنا لغايه لما بدانا نعمل بقى بروفات مع الاستاذ يوسف داوود والاستاذه مادلين طبر، بنعمل بروفات قرايه بقى. هو احنا قاعدين بنعمل بروفات القرايه برضو زي الصدفه بتاعه التمثيل. عندي انت بتقرا معاهم؟ بقرا معاهم إيليا النبي. وفي الفتره دي يعني إيليا النبي، إيليا النبي سبيرت روح قوي. طبعا طبعا. يعني إيليا النبي الـ الـ الناري، غير انه ناري، اللي بيكلم ربنا. إيليا النبي اللي بيزعل من ربنا فربنا بيصالحه. إيليا النبي اللي بيقيم ابن الأرملة، بيقيم موتى. إيليا النبي اللي بيقول المطر انزل او المطر توقف، بيقول لأخاه بيعمل. فشخصية رهيبة جدا. جينا بقى احنا هنصور بعد حوالي 4 ايام، فلقيت الاستاذ رضا شوقي قال لي على فكرة عشان ده هيبقى اخر اجتماع، اللي هيعمل إيليا النبي منير مكرم. عنده رؤية طبعا طبعا. بالنسبة لي كانت مفاجأة رهيبة يعني، واستغربت وخفت اكيد جدا، اترعبت. إيليا النبي صعب. واما جينا اول يوم نعمل المكياج، فهو المكيير طبعا معانا استاذ عزيز عظيم يعني، طبعا بيعمل لنا الدقن ويعمل لنا الشعر، وفي بعض الديتيلز تفاصيل بسيطة بتبقى ايه الوان. فقلت له يعني بلاش الوان، قطع شعر وحط شعر، لان الراجل ده صحراوي وجبلي طبعا جبلي طبعا. فاما عملنا ده وانا فاكر مدام تريز دميان، ودي ممثله عظيمه الله يرحمها طبعا طبعا، استاذه عظيمه استاذتنا طبعا. وانا بعد المكياج اول حد شفته بعد المكياج كان مدام تريز، فقلت اروح اشوف ايه الرياكشن او ايه انطباعها. فخبطت على الاوضه فقالت لي مين؟ فخبطت قالت لي اتفضل. فبفتح الباب بصيت لها قالت لي ايه ده؟ إيليا النبي؟ كأن إيليا النبي قدامها بالظبط. قلت انا نجحت.